المشاكل اللي بنمر بيها ايوه صعبه، ايوه، بس ربنا بيكلمنا وعايز يكلمنا، ويكلمنا عن طريق الاباء الروحيين. كلامهم ساعات يبقى غريب ويبقى الواحد مش فاهم ليه، بس بيطلع صح. ليه؟ لانه مش بيتكلموا من نفسهم، ده ربنا اللي بيكلم، هم بيصلوا اللي ربنا بيبعته. الكلام ده جه على مزاجك ما جاش على مزاجك، بس هو مصلحتك. عشان كده حلو ان كل واحد فينا يهتم بسر الاعتراف، ويكون له علاقة مستمرة مع اب اعترافه، ويهتم بالارشاد الروحي عشان ربنا يكلمه. افتحوا الباب لربنا ارجوكم، ربنا عايز يتكلم ويتعامل معانا. انتوا بتقفلوا الباب ليه؟ اهمال سر الاعتراف ده شيء صعب خالص. انت بتقفل الباب في وش ربنا، ربنا بيقول لك انا عايز ادخل، هو انا بقرا على الباب، ان فتح لي احد ادخل واتعشى معاه، كمان نقعد وناكل ونعيش براحتنا، وانت مش عايز تفتح الباب. ليه؟ افتح الباب، افتح الباب، انك انت باب ربنا. هو ايه؟ هو مراحك الكنيسه والاعتراف والصلاه والكتاب المقدس. انت كده بتفتح الباب. ارجوك التدريب بتاعنا بقى في الاسبوع ده انك تفتح الباب، بمعنى تروح تعترف وتهتم بالارشاد الروحي اللي ربنا بعته لك. خده، مش تسمعه وخلاص، لا، ده صوت الله. ابونا ملوش دعوه، ابونا ده موصلاتي اللي ربنا قال له عليه بيقولهولك. خده واعمل بيه عشان تبقى سمعت صوت الله وتتمتع بعمل ربنا في حياتك. ده تدريبنا الاسبوع ده، الاعتراف والاهتمام بالارشاد وتطبيق الارشاد اللي انت سمعته ربنا بعتهولك، فتحيا مطمئنا وفرحان ومبسوط بعمل الله في حياتك.